بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ثم ما بعد، معكم الأستاذ إيهاب شحاتة، معلم مادة التوحيد للصف الثاني المتوسط. درس اليوم بعنوان علاج الطيرة وكفارتها، علاج الطيرة وكفارتها. علمنا أيها الأحباب أن الطيرة أو التطير هو التشاؤم، علمنا أن الطيرة أو التطير هو التشاؤم، أنهم كانوا يتطيرون يعني يتشاؤمون. إذا أراد أحدهم أمرا معينا أو أراد سفرا أو أراد شروعا في أمر معين، فإذا سمع أو رأى شيئا يكرهه يترك هذا الأمر وينصرف عنه تشاؤما بما رأى أو بما سمع. وعلمنا أن هذا أن الطيرة شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، وكررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فما هو علاج الطيرة؟ ما هو العلاج لهذا الأمر العقدي الخاطئ؟ أول شيء، علاج الطيرة صدق التوكل على الله تعالى، أن الإنسان يكون عنده توكل صحيح على الله عز وجل، بأن يعلم يقينا أن الأمر كله بيد الله، وأن النافع له هو الله عز وجل، وأن الذي يبتليه بالمصائب أو بالابتلاءات هو الله سبحانه وتعالى، فالأمر كله بيده. لا دخل للطير في هذا الأمر، ولا دخل بالحيوان، ولا دخل للطائر الأسود أو الحيوان الأسود أو الكلمة التي سمعها، كل هذا لا دخل له بالأمر. إذن أول شيء هو صدق التوكل على الله تعالى، الإنسان يصحح توكله على الله عز وجل فيعلم أن الأمر كله بيد الله تعالى، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يعني الإنسان المسلم لا يوقفه التطير ولا يؤثر فيه، لأنه يعلم أن الله عز وجل هو المقلب والمدبر للأمور كلها سبحانه وتعالى. ثانيا، تقوية الإيمان بقضاء الله وقدره، الإنسان يكون عنده إيمان بالقضاء والقدر، ونعلم أن الإيمان بالقضاء والقدر من أركان الإيمان الست. إذن علاج الطيرة صدق التوكل على الله تعالى وتقوية الإيمان بقضاء الله وقدره. عندنا نشاط يقول: هات آية وحديثا يدلني على الإيمان بقضاء الله وقدره. عندنا قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله عز وجل ما خلق أي شيء إلا بقدر قدره سبحانه وتعالى. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذن من تمام الإيمان ومن علامات الإيمان الكامل الإيمان بالقضاء والقدر. ثانيا، أن يعلم بأن التطير لا يضر إلا صاحبه، وأن العلم بأن حركة تطير غيرها لا أثر لها في ملكوت الله تعالى. ما هو المعنى أن يطير الطير يمينا أو شمالا؟ لا أثر له في خلق الله عز وجل، ولا أثر له في مقادير الله جل وعلا. أن يعلم بأنه إذا وقع أمر شديد عند حدوث ما يتطير به فإنما هو بقدر الله تعالى، يعني مثلا لو حصل فعلا الشيء المكروه الذي يخافه فإنما حدث بقدر الله عز وجل، وهذا قدره الله سبحانه وتعالى بقدره وحكمته. ثالثا أو خامسا، استعمال ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من كفارة التطير. الإنسان الذي وقع في الطيرة أو في التطير جعل النبي صلى الله عليه وسلم هناك كفارة، وهو أن يقول الإنسان: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. كفارة التطير مرة أخرى قوله: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يعني يقر بأنه لا يأتي بالخير إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يؤثر في الكون إلا ما أراده الله عز وجل. مواقف السلف في النهي عن التطير. كان السلف ينهون أو ينهون عن التطير قولا وعملا، كانوا ينهون عن التطير قولا وعملا. وعندنا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان في سفر، وخرج في سفر على جيش من جيوش المسلمين غازيا، فأقبلت الظباء نحوه حتى إذا دنت منه
رجعت، فقال له رجل: أيها الأمير ارجع. فقال له سعد: أخبرني من أيها تطيرت. يعني الرجل الذي كان مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما رأى الظباء رجعت بعدما أقبلت قال لسعد بن أبي وقاص ارجع، فعلم سعد أنه يتطير، فقال: أخبرني بأيها تطيرت، أو أخبرني من أيها تطيرت، أمن قرونها حين أقبلت أم من أذنابها حين أدبرت. ثم قال سعد عند ذلك: إن الطيرة لشعبة من الشرك. يعني كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون التطير شركا، لأنهم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وكررها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هو أو ما هي مساوئ التطير؟ ما هي سلبيات التطير والتشاؤم؟ أولا، يقدح في عقيدة المسلم، يكون الإنسان هذا عنده خلل في العقيدة، يكون عنده ضعف في التوكل، يؤدي إلى التكاسل والتخاذل. لو أن كل إنسان إذا رأى شيئا رجع عما يريد، فهذا يؤدي إلى التكاسل والتخاذل، يؤدي إلى الوسوسة، يصير عند الإنسان وسوسة، وأنه لا يفعل شيئا إلا إذا رأى حركة معينة أو سمع كلمة معينة، يؤدي إلى المرض النفسي. الإنسان الذي يداوم على التطير هذا يصاب بأمراض نفسية وأوهام، والعياذ بالله. فيه سوء ظن بالله تعالى. إذن هذه مساوئ التطير، وكلها خاصة بنفسية الإنسان وعقيدته وتوكله، فليحذر الإنسان من ذلك حذرا شديدا. عندنا التقويم يقول: اذكر علاج التطير، اذكر علاج التطير. قلنا صدق التوكل وقوة الإيمان، الإنسان يكون عنده إيمان بقضاء الله وقدره. ما كفارة التطير؟ قلنا التوبة إلى الله عز وجل، وأن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. يقول: اذكر موقفا من مواقف الصحابة، من مواقف السلف رضي الله عنهم في النهي عن التطير. قلنا موقف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما رأى الرجل يتطير فقال له: أخبرني بأيها تطيرت، أو من أيها تطيرت، أمن قرونها حين أقبلت أم من أذنابها حين أدبرت. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كان هذا ملخصا لدرس التطير وشرحا لهذا الدرس. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.